نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. بعد هجوم شنه أمس على بلدة البغالية في ريف دير الزور شرق سوريا، أقدم تنظيم داعش على خطف ما لا يقل عن 400 مدني بينهم نساء وأطفال وفق ما أفاد به المرصد السوري اليوم. داعش كان قد نفذ مجزرة ضد أهالي البغالية، ذهب ضحيتها 300 مدني معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال. مجزرة مروعة تضاف إلى سجل داعش حصلت على سلاح تنظيم في قرية غيلي بريف مدينة دير الزور قدرت بالمئة. عائلات بأكملها من نساء وأطفال وشيوخ قتلت، والتهمة بمفهوم داعش هي في العشرات من المدنيين من سكان ضاحية البغيلي التي سيطر عليها داعش ومناطق أخرى محاذية لها شمال غرب المدينة. وبحسب المرصد السوري المعرض، فالتنظيم عمد إلى نقل المخطوفين إلى مناطق سيطرته في ريف دير الزور الغربي ومحافظة الرقة. مجزرة البغيلي جاءت بعد يوم واحد على إرسال الطائرات الروسية للمساعدات الإنسانية والغذائية لسكان مدينة دير الزور والمحاصرة من قبل داعش. هذه تعيد إلى الأذهان سلسلة مجازر سبق أن ارتكبها التنظيم، ففي دير الزور أيضا قتل داعش مئات المدنيين من عشيرة شعيطات في آب أغسطس من العام 2014. 700 من أبناء العشيرة قضوا، فيما بقي مصير مئات آخرين مجهولا. عشيرة البنمر العراقية شغلت المجتمع الدولي في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2014 بعد المجازر التي ارتكبها داعش بحق نسائها ورجالها وأطفالها في الأنبار، وقتل ما قدر ب500 شخص. أما فظاعة مجزرة سبايكر في صلاح الدين فتبقى عالقة في الأذهان مع إقدام التنظيم على قتل قرابة 1700 عسكري عراقي. أفادت مراسلة الميادين أن الجيش السوري حقق تقدما جديدا في ريف اللاذقية بعد معارك مع الجماعات المسلحة. وأوضحت مراسلتنا أن القوات السورية استعادت السيطرة على رأس الغزال ورأس الكبير وجبل السنديان وجبل كزبر وقرية الكنديسية والسكرية والتلال المحيطة بها، كما سيطرت ناريا على المزيد من القرى الخاضعة تحت سيطرة المسلحين في ريف اللاذقية. تدخل أزمة المياه في حلب عامها الثالث، المسلحون يعتمدون سلاح قطع المياه عن المدينة للضغط على السلطة عبر لحلب، والحكومة تلجأ إلى حفر مقاري لمعالجة الأزمة. حلب عن صيفها، مشوار البحث عن المياه لم يستثني طفلا أو شيخا، جميع الأهالي يتقاسمون مصيرا رسل في أزمة مياه تدخل عامها الثالث. قطعت الجماعات المسلحة المياه عن المدينة فوضعت أكثر من 2 مليون مواطن تحت تأمين المياه. الآبار باتت سبيلا لتأمين حاجة المدينة من المياه. تحدي صعب يتطلب استنفار الإدارات المعنية لتجاوز الأزمة في ظل الحرب التي تعيشها على صرف المي عنا جدا قليل جدا. هلا ما ننسى المي عنا زيون وتجي المي وقت اللي بننقطع في سيارات صهاريج بتجي لعنا بتعبينا من الابار. بتنقطع 3 ايام اسبوع 10 ايام 15 يوم لتجينا نهار نهارين بالكثير 3 ايام. اذا اجتنا يعني فرحنا كثير كثير. بالزول عم نعبي يعني اذا كان في يوم نجي نعبي ما فيه عم نتعذب له لاخر سريان القديمه ونعبي من جبنه هنيك ثاني. تؤمن الابار 10% من حاجه المدينه من المياه. وضعت إدارة المحافظة خطة لحفر 5 آبار شهريا، خطة يأمل القائمون عليها أن تعوض عن مياه نهر الفرات التي حولها المسلحون إلى شبكة الصرف الصحي. بالتعاون مع أحد المنظمات منظمة اليونس بتمويل نقل مياه من جبرين، هي التي تصل إلى حلب، ولكن في حال عدم ضخها من سليمان حلبي ممكن قطفها في جبرين من خلال صهاريج. استخدام المسلح سلاح المياه في حرب حلب كسر القوانين الدولية. وقفت منظمتا الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي عاجزتين أمام إصرار الجماعات المسلحة على محاصرة حلب وقطع المياه عنها
التحد هو الأصعب، خاصة أن بعض الآبار التي كانت تؤمن جزءا من مياه المدينة أقفلت في ظل تلوث طال المياه الجوفية في بعض المناطق. تتحمل الجماعات المسلحة الأسف في أزمة مياه حلب، أزمة تتطلب من إدارات هذه المدينة الخروج من الروتين والبيروقراطية لحل أزمة دخلت عامها الثالث وتعتبر الأصعب في تاريخ هذه البلد. حلب، الميادين. إرهابيو تنظيم داعش التكفيري يرتكبون مجزرة بحق أهالي قرية البغيلية بريف دير الزور، راح ضحيتها عشرات الآمنين. مراسل المركز الإخباري الحربي مصعب أبو العيش والتفاصيل. البارحة بكى نهر الفرات دما عندما فاضت الأرواح البريئة على ضفافه. البارحة زهقت أرواح العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ أبناء البغيلية على أيدي إرهابي داعش عندما حاولوا التسلل إلى هذا الحي. نحن الآن في حي البغيلية المدخل الغربي للمدينة، هذا هو فندق فرات الشام الذي حاول اقتحامه عناصر تنظيم داعش الإرهابي، كما شاهدنا جثث للانتحاريين الذي قاموا بتفجير أنفسهم في هذا الفندق. هذه هي أشلاء الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفسهم داخل فندق فرات الشام ومنازل المدنيين الآمنين. هذا المسلح كنا طالعين على الدرج، اجى بده يفجر حاله، تم القنص. لا يزال السجال مستمر في هذا الحي، ووحدة الجيش العربي السوري تقوم باستعادته عبر عملية القضم البطيء للمحافظة على سلامة أبنائها. صباح يوم السبت الساعة 2-3 الصبح بدأ هجوم معادي على قرية البغيلية. تم تسلل مجموعة داعش باتجاه قرية البغيلية وقاموا بمجزرة، نفذوا مجزرة بحق المدنيين أطفال ونساء. ليلة مبارح متبع 23 طيارتين استطلاع أسقطناهم عند فندق الفرات، وإضافة لذلك مثل ما لك شايف دائما وضع مستمر بالهاونات تغطي نارية كثيفة من العدو، هاونات ومدفعية 57 و23، ولكن قوة الجيش وصموده بإذن الله منتصرين. لن ينسى أبناء دير الزور الحصار الذي قام به إرهابي داعش، ولن ينسى ما قدمه الجيش العربي السوري من تضحيات لرسم الأمان على ربوع الفرات. لأخبار التلفزيون مصعب أبو العيش، دير الزور. حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تقدما جديدا في عملياتها على التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود، وقضت على آخر تجمعاتها في عدد من القرى والمرتفعات الجبلية بريف اللاذقية الشمالية. وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أحكمت سيطرتها الكاملة على قريتي الكنديسية والسكرية القبقلية والتلال المحيطة بهما وعلى جبال خناديق والكنديسية وكزبر والسنديان بالريف الشمالي. في ريف إدلب أكدت مصادر ميدانية مقتل إرهابيين من الجنسيات السعودية والتركية بنيران الجيش والقوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية، حيث تركزت ضربات الجيش على أوكار إرهابيي جيش الفتح في قرية كفر سجنة وجبل الأربعين. وتأكد مقتل العديد من الإرهابيين خلال العمليات في جبل الأربعين، من بينهم التركستاني أبو سمارة والتركي أبو أيوب الأنصاري وأبو الوليد الشيشاني وأبو مسلم التونسي وأبو الورد العراقي وأبو محمد العراقي والسعوديان وائل الحمد وغالب الحسيني. وفي درعا دمرت وحدات من الجيش سيارتين للإرهابيين في رمايات مركزة على تجمعاتهم جنوب فرن العباسية وعلى محور تحركهم على طريق السد الأرصاد الجوية بدرع البلد. كما أوقعت وحدات من الجيش عددا من إرهابيي جبهة النصرة قتلى في الطرف الغربي والجنوبي لحي المنشية وفي محيط مخيم النازحين بدرع البلد. استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على سفيرة بحلب، إضافة إلى أضرار مادية بقذيفة أخرى سقطت على كنيسة الأرمن البروتستانت في حي المنشية الجديدة. ليست المرة الأولى التي تستهدف الجماعات التكفيرية الإرهابية دور العبادة من جوامع وكنائس في محافظة حلب بقذائف صاروخية
التي صبت جام حقدها هذه المرة على كنيسة عمانوئيل للأرمن البروتستانت في منطقة العبارة، والتي تعتبر من أقدم الكنائس في مدينة حلب ولها قيمة تاريخية ودينية كبيرة. الدمار الشامل اللي صار اليوم بكنيسة عمانوئيل للأرمن البروتستانت في حلب، هيدي نتيجة القذيفة اللي انفجر في سقف الكنيسة، وبعد هيدي الصلاة اللي أتموها ساعة الثانية بعد الظهر. واليوم نحن نحمد الله أنه بعد ما راحوا المصلين الانفجار حصل، ولكن هيدا دليل واضح أنه بعد اليد الغادر والعدو يلي عم يحاول يهجرنا من هالمنطقة وعم يحاول يدمر دور العبادة من كنائس وجوامع، عم يحاول يقذف ويشرد هالناس، ولكن هيدا لا له تأثير بصمود هالناس، الناس يلي هن بينتموا لسوريا وفي عندهم الشعور المترسخ انه هن شعب واحد، وهذا الشعب دائما ملتصق بأرض سوريا وبحلب. واليوم نحن عقريب سنرمم الكنيسة، سنبني، نرجع نعمر كل شيء خرب، وهيدا دليل واضح انه نحن من اهل البيت، والبيت هو بيتنا، بيت سوريا، بيشمل كل اطياف الشعب السوري، النسيج يلي ابدا لا يتمزق ولا يتجزأ. محاولات مستمرة تقوم بها المجموعات الارهابية كل يوم عبر قذائف حقدها بهدف ترويع المواطنين الامنين، الا ان ارادة الحياة لدى اهالي حلب وعشقهم لارضهم اقوى وابقى من ثقافة الموت والارهاب. بدر جدعان، التلفزيون العربي السوري، حلب. بدء دورات الحماية الذاتية في حلب الصامدة وريفها للوقوف خلف الجيش والقوات المسلحة وشد أزره لتحقيق المزيد من الانتصارات وتوسيع سيطرته الميدانية. لأن الوطن مسؤوليتنا جميعا بالعمل على حمايته والدفاع عنه جنبا إلى جنب مع بواسل جيشنا العربي السوري، انطلقت في حلب الدورة التدريبية الأولى للحماية الذاتية بمشاركة حوالي 500 مواطنا من أبناء حلب وريفها. اليوم بدأ الدورة الأولى، وهذه الدورة ستكون أسبوعية، ستتدرب الأخوة المواطنين المتطوعين على كافة أنواع الأسلحة التي يحتاجون إليها، وسيؤمن لهم كل مستلمات نجاح هذه الدورة. لاحظنا أن هناك رغبة كبيرة لدى الأخوة المواطنين لاتباع هذه مثل هذه الدورات ليكونوا خلف قواتنا المسلحة البطلة التي تحقق الانتصارات والتي تتقدم دائما على أرض الوطن. هناك دورات أخرى أيضا ستكون لاحقة، الأسماء موجودة وكل رفاقنا ورجالنا جاهزون. رأينا من كافة شرائح المجتمع كبارا وصغارا، رأينا هناك أناس وحيدين لأهاليهم قد تقدموا لهذه الدورات ليكونوا مع جيشنا البطل. هذا هو الشعب السوري، سننتصر بهذا الشعب وبهذا الجيش وبهذا القائد. عم دافع عن ضيعتنا وعن شرفنا وعن كرامتنا، كل واحد عنده شرف وكرامة وعزة لازم له حاله يجي ليتطوع. نحن بندافع عن وطننا وعن احبابنا وعن شرفنا. نذرنا انفسنا للدفاع عن هذا البلد، عن هذه، وكنا احنا رديف من البداية، رديف لجيشنا العربي السوري الذي يقود الانتصارات والانتصارات. نحن ان الفخر ان ندافع عن ارضنا وبلدنا وعرضنا، وننظف هذه الأرض من رجس الإرهابيين. دورة ما هي إلا انطلاقة لسلسلة من الدورات، مؤكدة أننا معا ويدا واحدة حتى دحر الإرهاب. وإلى الجنوب، تم تخريج الدفعة الثانية من دورات الحماية الذاتية في محافظة القنيطرة، والاستعدادات كاملة لأخذ دورهم في التصدي للإرهاب وداعمه. نار! 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 انطلاقا من مسؤولية الجميع في الدفاع عن الوطن وحمايته، تم تخريج الدورة الثانية من دورات الحماية الذاتية على أرض محافظة القنيطرة، بعد أن تلقوا التدريبات والمهارات القتالية التي يتبعها الجيش العربي السوري في تصديه للعصابات الإرهابية. احنا جينا لهالدورة مشان نساند الجيش جنبا لجنب وكتفا لكتف، مشان ندافع عن أرضنا وعرضنا وبيوتنا، والنتيجة كلياتنا تابعين للوطن وندافع عن وطننا. لقينا التدريبات من بداية الدورة لهلا بحدود أسبوع أو 8 أيام، وكان دورة يعني على مستوى عالي من الجاهزية والتدريب المستمر، وإن شاء الله يعني يكون البيان اليوم جيد وكويس.
وقدم عناصر الدورة بيانا عسكريا على كيفية استخدام السلاح والمهارات القتالية في كيفية اقتحام المدن والقرى وطرق التعامل مع العناصر الإرهابية، كما تم تدريب العناصر على نقاط التفتيش والحواجز وتقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع أي تهديد يشكل خطرا على الوطن والمواطن. أبناء هذه المحافظة مشهود لهم بالمواقف الوطنية والبطولة والتضحية، وهي بمثابة قرار جماهيري إعلان رفض وجود المسلحين والإرهابيين على أرض هذه المحافظة. نحن اليوم في كامل الجاهزية للوقوف معكم في خندق واحد بعد أن تلقى عناصر فصائل الحماية الذاتية تدريبات على كيفية التعامل مع السلاح، كيفية التعامل في مع المناطق التي سيحررها الجيش العربي السوري. عناصرنا اليوم جاهزون للدخول إلى أي منطقة يحررها الجيش العربي السوري لتأمين الأمن والأمان في هذه المناطق، والاستقبال الأسر التي هجرتها العصابات الإرهابية المسلحة، ولتقديم المساعدات وإعادة تأهيل البنى التحتية. بخطى واثقة وعزيمة كبرى أبدى عناصر الحماية الذاتية وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في الصف الأول لدحر الإرهاب وداعميه وعلى رأسهم الكيان الصهيوني. كان معكم لأخبار التلفزيون العربي السوري. أدانت سوريا الخروقات والانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي ترتكبها القوات العسكرية التركية لحرمة أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد على ذلك، وفي طلب التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن هذه التعديات والخروقات. وزارة الخارجية والمغتربين طلبت في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طلبت الحكومة التركية بالوقف الفوري لكل أفعالها العدوانية الموجهة ضد سيادة سوريا وسلامة أراضيها وضد أمن وسلامة الشعب السوري. وأكدت الخارجية أن الحكومة التركية تستمر بتقديم مختلف أنواع الدعم لأدواتها من الجماعات الإرهابية التركمانية، حيث يدأب عدد من ضباط الجيش التركي والاستخبارات التركية على زيارة معسكرات التدريب التي أقاموها على الأراضي السورية من أجل تدريب الإرهابيين على استخدام مختلف صنوف الأسلحة وعمليات الاغتيال. وأوضحت الخارجية أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداء سافرا على كل القواعد القانونية الدولية وسياسات حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه. وأضافت الوزارة إن الانتهاكات التركية تعد امتدادا واستكمالا للأفعال الإجرامية الأخرى التي دأب نظام أردوغان على ارتكابها ضد سوريا أرضا وشعبا منذ نحو 5 سنوات، عبر تيسير تسلل الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وتوفير الملاذ لهم داخل الأراضي التركية، وعبر قيامه بإنشاء معسكرات في الأراضي التركية لتدريب هؤلاء الإرهابيين. ودعت الخارجية مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، معربة عن أملها بأن يتم إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. أكد وزير الإعلام عمران الزعبي خلال لقائه السفير الهندي بدمشق مان موهان بهانوت أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين سوريا والهند، معربا عن استعداد سوريا لتقديم كل الخدمات والتسهيلات الممكنة لوسائل الإعلام والإعلاميين من الهند الراغبين بزيارتها والاطلاع على حقيقة ما يجري فيها. وبين الزعبي ضرورة إعادة قراءة ما تم من اتفاقات موقعة بين سوريا والهند في المجال الإعلامي في عام 2010 والتوسع بها بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وفعالة تنهي سياسات الاحتكار للبث الفضائي التي تتبعها دول راعية ومموّلة للإرهاب في سوريا كالسعودية، مبينا أن نظام آل سعود يعمل على حجب صوت كل القنوات التي لا تنسجم مع سياساته الإجرامية والإرهابية، وخاصة باقة القنوات السورية وقنوات الميادين والمنار والعالم. من جانبه أكد السفير الهندي ضرورة تعزيز علاقات التعاون الإعلامي والصداقة بين البلدين من خلال متابعة ما تم البدء به عند توقيع الاتفاقات الإعلامية والمضي قدما باتجاه الارتقاء بها وتطويرها، واصفا العلاقات بين الهند وسوريا بالقوية والمتينة.
وزير الكهرباء يتفقد العمل في صالة النافذة الواحدة بشركة كهرباء دمشق ويستمع إلى شكاوي المواطنين وآلية استقبالهم ومعالجة شكاويهم من قبل القائمين على العمل، كما يلتقي الكادر الإداري للشركة. عام 2016 هو عام النصر، وأهم عوامل النصر هو الصمود الاقتصادي، وأحد عوامل الصمود الاقتصادي هو صمود قطاع الكهرباء. بهذه الكلمات بدأ وزير الكهرباء المهندس عماد خميس حديثه خلال الاجتماع النوعي الذي ضم المدراء المعنيين في الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، وذلك بهدف تقييم العمل لعام 2015 وتطويره خلال العام الجديد 2016. الوزير خميس أكد خلال الاجتماع أن التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء خلال الأزمة كبيرة، وهذا يتطلب منا جميعا مراجعة عملنا خلال الفترة الماضية وتحمل مسؤولياتنا لتطوير أنفسنا والارتقاء إلى مستوى القائد الإداري الناجح القادر على التصدي لهذه التحديات، بالإضافة لبذل المزيد من الجهود ووضع آلية عمل جديدة تتناسب مع مفرزات الحرب على سوريا، مشيرا إلى أن الارتقاء بالواقع يتطلب تدريب الكادر البشري وتأهيله لكونه العنصر الأهم في بناء أي مؤسسة وإنجاح العمل وإجراء دورات تدريبية للعاملين في جميع مفاصل العمل، وخاصة الذين يتطلب عملهم تماسا مباشرا مع المواطنين. كما تفقد السيد الوزير العمل في صالة النافذة الواحدة بالشركة واستمع إلى شكاوي المواطنين وآلية استقبالهم ومعالجة شكاويهم من قبل القائمين على العمل، موجها بالعمل على تزويد عناصر الطوارئ بدراجات نارية تسهل عملهم وسرعة وصولهم لأماكن الأعطال وإصلاحها، وخاصة ضمن مناطق السكن العشوائي. أما فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعمل، فقد أكد السيد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول بمؤشرات عمل الشركة إلى المستوى الأفضل، وخاصة لجهة مكافحة الاستجرار غير المشروع وتخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين نسب التحصيل والجباية. وطلب خميس من القائمين على العمل تطوير خدمات المواطنين والارتقاء بها بما يلبي حاجاتهم والتواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم ونقل همومهم والرد على استفساراتهم الهاتفية بلا باقة وشرح أسباب انقطاع التيار في مناطقهم بكل صراحة. بدأت في فندق الشيراتون بدمشق المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري بمشاركة 388 شابا وشابة ممن تأهلوا من تصفيات المحافظات في علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء. 388 شابا وشابة من نخبة المتميزين علميا من المحافظات السورية يتنافسون للوصول إلى منصات التتويج المحلية، ويحصل العشرة الأوائل في كل مادة شرف تمثيل سوريا في الأولمبيادات العالمية ضمن الفرق الوطنية. ضمن المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري الذي انطلقت اليوم وتستمر يومين. سوريا غنية بمناجم عقول أبنائها، ونحن خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة طبعا والمصيرية التي تمر على الوطن، ما أحوجنا إلى العناية الفائقة بهذه الشريحة، شريحة الطلبة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين، خاصة أن هذه الفئة هي الأكثر قدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات وفتح آفاق جديدة لمعالجة هذه الصعوبات. هذه الأسئلة تحاكي لحد ما السوية العالمية في الاختصاصات الخمسة، أيضا سوية متقدمة للطلاب. الطلاب لهذا العام أعتقد أن السوية العلمية متقدمة بشكل جيد وملحوظ لديهم، انعكست عملية التأهيل والتدريب منذ فوزهم على مستوى المحافظات حتى تاريخ المشاركة هنا انعكست بشكل جيد، وهذا يبشر ويدعنا نتفائل بشكل أكبر للحصول على نتائج متقدمة في الأولمبيادات العالمية إن شاء الله. الذين وصلوا إلى المنافسات النهائية هم من بين 45,000 شاب وشاب تنافسوا على مستوى المدارس، والمتميزون منهم تأهلوا لتصفيات المناطق، والأكثر تميزا تأهلوا لتصفيات المحافظات، ليتأهل المتميزون منهم إلى التصفيات النهائية الحالية. أهم ما يميز الأولمبياد اليوم هو البحث عن الفريق الوطني السوري على مستوى المحافظات في كل اختصاصات كيمياء فيزياء رياضيات معلوماتية علوم طبيعية، وبالتالي هو يوم اختبار مركز على انتقاء الفريق الوطني السوري الذي سينضم
مع الفرق السنة الماضية واللي قبلها حتى يتم انتقاء منهم الفريق الدولي. مبسوطين بهالفعالية هاي، وخصوصا ضمن هالظروف اللي نحن عم نعيشها، ومشاركة الطلاب واهتمامهم طبعا هالسنة مشاركتهم كانت أكثر وأعلى أكثر من السنوات الماضية، وهذا إذا دل على شيء بدل على إصرار طلابنا واهتمامهم يعني رغم كل هالظروف هاي الصعبة اللي نحن عم نمر فيها. توجيه شكر كبير للأهالي للعائلات اللي ضمن هالظروف الصعبة اللي نحن بنعرفها كلياتها أصرت إلا أنها تبعت هذا على الأولمبياد العلمي السوري. هي رسالة تحدي للعالم كله أن صورة سوريا رح تضل مشرقة، صورة سوريا منيرة وليست صورة سوداء كما رضى البعض أن يرسمها. هو مشروع علمي وطني استراتيجي يعمل على بناء جيل معرفي متميز باختصاصه العلمي إلى درجة الإبداع والتألق العالمي. يؤكد السوريون من خلاله أنه ليس بالسلاح وحده يدافع عن الأوطان، بل بالعلم والمعرفة والنجاح. لأخبار التلفزيون العربي السوري من فندق شيراتون في دمشق، مشلين عازر. ملف اليوم مشاهدينا في أخبار البلد يعيد ما تم عرضه مساء أمس في برنامج بعدسة الذي أعده الزميل محمد جربوح حول عمل الصيدليات المناوبة في دمشق، وبعدها ينضم إلينا نقيب صيادلة دمشق الدكتور أحمد بدران للحديث عن واقع العمل الصيدلي بدمشق، لنتابع. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بعدسته. نحن اليوم رح نرصد الواقع الخدمي بالنسبة للصيدليات المناوبة 24 ساعة. نحن هلأ قدام الصيدلية المركزية بدمشق، مثل ما شايفين هي مسكرة بوابة، ولكن في جوا صيدلاني مناوب ولكن مسكرة بوابة قدام مرحبا مولا، مفروض تكونوا مناوبين؟ ها؟ كيفك؟ تلفزيون نحن. بس ليش مفاتحين الغلق؟ 12 مسكر. بس هم محطوط على القائمة 24 ساعة بتفتح. كانت هي قبل الأزمة. بس هلا محطوط تاريخ مبارح. شلون؟ 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 تاريخ مبارح إنه الصيدلية المركزية بدمشق تداول 24 ساعة، فنحن النقابة بكرة. كنت أسألوا النقابة بكرة. هذا أمر من النقابة إنه أنتوا تسكروا؟ مكان. كيف مكتوب هون على لوحة الإعلانات؟ انه الصيدلية المركزية بدمشق بتناوب 24 ساعة وبتاريخ مبارح. والله يكون تسألوا النقابة، معليش يعني بكرة بتحكوا مع الدكتور احمد وبتحكوا معه او بالمسؤولين بالنقابة. انا هلا ما في، انا محاسب مالي يعني. اه مانك صيدلاني؟ لا لا محاسب انا. طيب بقدر تعرف على الاسم؟ انا رسلان قصاب. اوكي طيب هلا بالنسبة للصيدليات المناوبة وين؟ والله ما بعرف. هاي لوحة الإعلانات مو هي لازم توزع؟ هاي اللوحة الإعلانات يمكن من زمان. لا موجود بتاريخ 12 شهر، يعني هذا الجدول معلق من تاريخ مبارح. شو مخبرنا؟ والله بدكم تسألوا النقابة، معليش. يعني مو عندك؟ لا والله ما عندي فكرة أنا. يعني أنتوا هيك كل يوم إنه بتسكروا الساعة 12؟ دوامنا من الأربعة ل 12 إحنا الفئة الليلية. يعني أنتوا 12 سكرتوا؟ 12 طبعاً. 12 تمام سكرنا من الأربعة ل 12. نحن وصلنا 12 كنت مسكرين. لا 12 بالضبط، 12 إلا دقيقتين أو إلا خمسة يعني مشان بس نساوي الصندوق ونساوي حركة تبعنا. أما ما بنسكرنا قاعدين، يعني قاعد أنا هون بالمحاسب أنا. طيب مثل ما شايفين أعزائي المشاهدين تم رصد واقع الصيدلية المركزية بدمشق وهي مسكرة، وخصوصا هو مكتوب على الإعلان اللي موجود على يسار الصيدلية انه الصيدلية المركزية بدمشق بتناوب 24 ساعة كخفر. هلا خلينا نشوف الإعلان بشكل مباشر بعدسة الكاميرا، والإعلان هذا بتاريخ 12، يعني هذا الحكي قبل بيوم او اقل من 48 ساعة. هون الصيدلية المركزية لنقابة صيادلة دمشق 7 بحرات بناء مديرية الصحة دمشق تناوب على مدار 24 ساعة.